يا هلا مرحبا فيكم اعزائنا المشاهدين من جديد وبرنامج مع جزيل الشعر على شاشة تلفزيون الكويت ضيف ضيفكم لهذه الحلقة هو شاعر شاب لكنه مبدع بامتياز قدم خلال فترة بسيطة نجاح كبير هو اللي يقول ما أقدر أكون في الدنيا محطة عبور وما أبغي أمر بالدنيا مرور الكرام ضيف ضيفكم هو الشاعر المبدع منصور بن فهد يا هلا بشاعرنا منصور يا هلا فيك سعداء بوجودك. جودة الله يسلمك طول عمرك آه للامانه اثناء الاعداد للحلقه يعني شد انتباهي شغلتين واضحين في مشوارك م. اولا منصور بن فهد آه اغلب قصائده مصوره فيديو هل انت ضد القصيد المقروء؟ آه لا ما أنا ضد المقروء بس آه الشعر فن آه سامع تحب انك تسمع حتى الناس اللي تفضل القراية الكتب يفضل أن الشعر يكون مسموع هو كذا الشعر فأنا الشيء اللي أنا أحبه مثل ما أنا أحب أسمع القصيدة من شاعرها أحب أن قصيدة تكون منشورة صوتية ويحب أن يكون فيديو لأن الجمهور لما يتابعك يبي يبي يقرا القصيده يبي يشوف احساس في القصيده طريقه إلقائك طريقه مخارج الحروف طريقه ممكن المتلقي لما يقرا القصيده يقراها بطريقه غير القائك. بالضبط. ثلاث ارباع القصائد واجد انتشرت مقروءه ما راح لها اي صدى او حتى ما تحس ان القصيده هذه هي اللي قالها الشاعر. فالشعر اكثر انك تسمعه افضل من هاي وجهه نظري الشخصيه. ممتاز. واعتقد ان اغلب الناس يحب القصيده تكون البعض يقول صوت البعض يقول يعني الراي المضاد يقولنا الالقاء مع شويه موسيقى وكانها مكياج القصيده. <applause> ممكن هاي يعني شوي تجمل القصيده، ممكن الناس بطبيعه الناس تحب تحب الموسيقى حتى تسمع الموسيقى من غير من غير الموسيقى في الشعر حالها حال حالة الموسيقى التصويريه في المسلسلات. في المسلسلات، في الاغاني، بالضبط تقدر انك تسمع يعني. تقدر انك تسمع اغنيه من غير موسيقى. بالضبط. او الفنان يغني حتى لو صوته جميل واحساسه جميل يمكن تحتاج ان شوي موسيقى حتى لو انت ما تفضل موسيقى. بس تقول لو كانت فيها موسيقى لكانت افضل صحيح مع اني انا ضد يمكن فكره ان القصيده ما تنتشر الا موسيقى مم. لا انا ضد الفكره هذه ما اقول لك لازم تحط موسيقى بالعكس سوي قصيدتك وانشرها لو تلاحظ ترجع لحساباتي اغلب القصايد انا ناشرها من غير موسيقى في شغله ملاحظه عليك تاني. ممكن واحده ثنتين ثلاث ما يمنع أه طبعا لو بحاخذها بنسبه يعني 80% من قصائد منصور بن فهد م. في الغرض العاطفي قصائد عاطفية مع أنك أكثر من جيد في قصائد الحكمة والمواضيع العامة ليش الانحياز لل أبو عبيد حنا طبيعة الإنسان عاطف فأنت لما تكون يعني الله خالقك بشر سام. إحساس مشاعر ليش أنك تحاول أنك تحول نفسك إلى مثلاً آله آه حديديه ثاني. فقط أنها تعمل أو تشتغل، لا أنت في النهايه إحساس، الشعر إحساس وشعور وتعتقد أن ش... هذا الأكثر رواج عند الناس هو اللي أكثر أغلب الجمهور إذا ما راح أقول لك 100% من الجمهور راح أقول لك 80% أو 90% من الجمهور يفضل القصائد العاطفية ولو ت... ولو تشوف أغلب القصائد اللي دائماً تتردد مع الناس حتى من من العصر الجاهلي او من العصور القديمه القصائد العاطفيه موجوده للحين و وهي ممكن للشاعر يصور نفسه فيها اكثر اثناء حديث حديثك قلت الناس يحبون يعني اقدر اقول منصور بن فهد يكتب للناس طبعا اكيد الشاعر اذا ما يكتب للناس يكتب من بالضبط انا اكتب للناس البعض يتخوف يقول لا انا اكتب لا شيء بل... اللي يرضيني مثلا اي البعض البعض يكون مثلا يقول لك ما يملك الشجاعة أنه يقول لا أنا أكتب للناس أو أكتب علشان أرضي الناس <applause> إذا أنت ما تكتب علشان ترضي الناس ما راح ترضي نفسك أنت في النهاية واحد من الناس في يوم من الأيام أنت تحب أنك تنشر بس في نفس الوقت أنت بتسمع ممكن تكتب تسمع أي شيء من شاعر ثاني صحيح أوكي يمكن أسمع قصيدة اجتماعية قصيدة فيها حكمة قصيدة فيها فيها ألوان حلوة أه بس أنا أحتاج أن أسمع شيء فيه عاطف بالضبط أنا في النهاية إنسان إنسان كتلة من عواطف بالضبط ف... يمكن بعض الشعراء يقول لك انا ما اكتب للناس انا اكتب لنفسي اكثر الشعراء يبقى. اكثر الشعراء بس لو بحثت في, ال... في الشيء اللي قاعد يكتبه هو قاعد يكتبه للناس بالضبط جميل يا ابو فهد الله ودنا انه ما يسرقنا الوقت ابي استغلك وتقول لنا شيء من اختيارك ومن قصائدك ان شاء الله باذن الله احس باحساس ما احسه سني أخذ عقله من الناس اسهل من زمان وقاطع قلبه من الوجد وجده الاولي الله الله بارك. صح لسانك يا ابو فهد جميل جدا الله يرحم والديك الاحظ منصور ظهورك الاعلامي يكاد يكون منعدم قليل جدا بالنسبه للقاءات بالنسبه للامسيات هل هو محاربه اعلام؟ لا لا ولا انت مكتفي في السوشيال ميديا؟ لا 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 بالعكس ما هو محاربه اعلام وبالعكس تجيني دعوات في الامسيات تجيني دعوات من قنوات تجيني دعوات يعني بس هو ما هو ما هو يعني انتقائيه كثر ما هو اكتفاء مثلا في الجانب الثاني اللي عندك انت كشاعر يعني انا الحين قادر اني اوصل قصيدتي او الماده اللي عندي الى اكبر شريحه من غير ما اتوجه لاي منصة اعلامية مم. رسمية مع ان احنا نحتاج مم. كشعراء بالعكس يحتاج الشاعر انه يكون في لقاء او انه يكون في امسية انه يتواصل مع الجمهور بطريقة او اخرى لكن حنا يمكن شوي في السوشيال ميديا خلت عندنا مثل ما تقول نوع من الاكتفاء او سببت عندنا مثل ما تقول نوع من الخمول الارضاء اي نوع من الخمول ارضتكم السوشيال ميديا ارضتنا تقريبا بحيث انك تقرا الناس صار الشاعر ناس تتابعك ممكن يوميا لا ابو فهد بعد بالطريقه اللي ابي بالطريقه بالوقت اللي, اللي, تبي. اللي ابي الوقت اللي تبي يعني مرات احنا ننزل قصائد الساعه تخيل تنزل قصيده وانت قاعد بالدونية فتنزل قصيده الناس تتفاعل معها وتسمع وانت تتابع وتشوف فتحس انها طريقه حلوه يمكن فعلا. اللي حببنا فيها انها طريقه جديده وبسيطه عالم جديد وبسيط أه مع ان هذا ما يلغي دور الامسيات اكيد بالعكس هي 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 الاساس أه اللقاءات الاعلاميه انت مرات تحتاج انك تكون في لقاء آه هذا ما يلغيه السوشيال ميديا لكن يمكن هي مثل ما قلت سبب عندنا شوي نوع من الخمول اي صار مثل لما يجيك عرض تقولها خلني اجله شوي آه بعدين عندي ظروف آه ما اقدر وممكن فيه بعد يعني مرات ما يناسب يعني مثلا ي... مثلا تجيك دعوه انت تشوف انها مثلا مو مناسبه او ان الوقت مو مناسب فتعتذر عن الدعوه آه عاد انتظر متى تجيك دعوه ثانيه بعد أنا اشوف ان اكثر الظهور الاعلامي الحين صار يعني عن السوشيال ميديا صار ابسط على طاري السوشيال ميديا وبصراحه م. يعني ان ظهرت كشاعر على الساحه بالسوشيال ميديا عدل صحيح يزعلك لما يطلقون مسمى شعراء سوشيال ميديا لا بالعكس هذا من برنا لا بالعكس انت تضايق لما احد يناديك بالسوق ما, ما تضايق جميل. هو نفسه هو انت أنت طلعت في السوشيال ميديا هو عصر السوشيال ميديا الحين فلما تقول خالد مثلا شاعر هي هي اعلام اعلام جديد اللي يقول الكلام هذا ياخذ ان السوشيال ميديا يعني سوت خلط يعني صار كل شخص يكتب له قصيده صار سمى نفسه شاعر وظهر وبالعكس هذا ترى انا اشوف انه ايجابي اكثر من انه سلبي م. انا لما اكون عندي مثلا قناه او صاحب جهه اعلاميه اجمع عندي مثلا شعراء واطلعهم للناس يعني اقول لك انا ما عندي الا هذول الخمسه اسماء او عشر اسماء اسمعهم اجواك ما اجواك ما اجواك ما راح تشوف لهم يعني انت مجبور تبي تسمع شعر في احتكار تر... اي ترى ما عندي الا الاسامي هذه عرفت بس في السوشيال ميديا فضاء مفتوح فضاء مفتوح ولما اللي افضل من هذا انك انت تتميز في المعمعه هذه كلها ويكون عندك جمهور وتكون متميز بين المعمعه هذه كلها هذا النجاح هذا يعتبر نجاح ثاني لك خصوصا انك انت مو قاعد تنافس شعراء انت قاعد تنافس عالم كامل اعلاميين مشاهير بجميع كم ثقافات كبير؟ بجميع يعني المواد الاعلاميه اللي انت قاعد تشوفها حاليا لو يعني لو نرجع شوي كم سنه م. يمكن ما كان في مشاهير الا شاعر او فنان او ممثل. صحيح. ممكن صح؟ يعني ما تشوف ما تعرف ما في شيء سوى مشهور الا يعني يا يعني يعني يكون شاعر او فنان او ممثل او لاعب او لاعب او مثلا يكون يعني شخص يعني منصب اجتماعي او شيء ما في مشاهير ثانيين بس الحين لا الحين انت تنافس ما تنافس الشعراء، الشاعر الحين ما نفس ينافس الشعراء. ينافس مشاهير ينافس عفوا مشاهير بجميع الثقافات يعني نقدر نقول السوشيال ميديا غيرت المعادلة غيرت المعادلة واساسا يعني خلت الشاعر انه يكون عنده ثقافة اكبر صار الشاعر انه يكتب على اي شيء ويتجرأ على اي فكرة ممكن لو طلعنا في وقت قبل السوشيال ميديا يمكن الشاعر ما ي... لو نرجع شوي في الوقت الشاعر ما تجرأ على اي فكرة يخاف من بعض الافكار راح يكون مقيد يكون مقيد بافكار وهذا اللي يقتل الشاعر مواهب واجد انعدمت او ماتت بسبة انه يكون يخاف والله كلام سليم هذا الكلام صحيح طبعا. ابو فهد يعني ابيك اكثر جراه عادة الشعراء وانا ما اعرف ليش يعني طبعا لما تسالهم عن شعراء الساحه من يعجبك؟ عادة او غالبا ما يذكرون اسماء انا ماني عارف السبب ليش يعني ما نحن في السوشيال ميديا من من الشعراء اللي يعجب منصور بن من فهد؟ والله شعراء واجد يا ابو بيت يمكن شوف مساله انه ما يذكرون اسماء ما هو عن ما هو عن يعني ما هو ما هو ما هو لسبب معين بس ممكن ما يبي يذكر اسم وينسى اسم وانت عارف الشعراء من عن الاحراج بس وانت عارف الشعراء حساسين اي يعني لما تذكر لك ثلاثه اربعه او خمسه وتنسى واحد ولا اثنين او يمكن يزعل عليك الناس اللي انت, حتى أنت ما ذكرتهم يمكن حتى انت ما تعرفهم امم يمكن حتى انت ما بعد سمعت لك قصيده ممكن يزعل عليك ويهجيك يزعل عليك يعني يهجيك وممكن يزعل عليك وممكن يشوفك بكره تشرح عليك بالضبط. وما يسلم عليك بالضبط. ولا بالعكس يعني شوف كشعراء انا انا منصور وجهه نظري والله اني اشوف يعني مرات لما اشوف قصيده تعجبني وحتى لو ما اعرف شاعرها اقول واروح ابحث عن شاعر وممكن اتواصل معه وممكن شيء جميل هذا اي وخصوصا انك لما تسمع يعني لما تسمع للشعراء اللي معك في الساحه أه انا ما شو ما اشوف ان فيها شيء اني اذكر مثلا اقول انا اسمع لفلان او اسمع لفلان او اسمع للشاعر الفلاني، بالعكس هذا شيء صحي اي شيء صحي بالعكس خلي الناس ممكن ممكن يكون شاعر نجم وشاعر كبير بس في جمهور للحين الشاعر هذا مخفي عنه ما يعرفه صحيح يروح يسمع الشاعر هذا من يكتشف ان هذا شاعر عظيم مفاد يحفزك الشاعر المبدع اكيد يحفز وجود شعراء مبدعين اي وجود هذا حافز اكيد اكبر هو اكبر حافز اساسا حاليا مم. انا اشوف ان اكثر شيء ممكن هي يشد الشاعر او يحمس الشاعر وجود الشعراء اللي يكونون معه في نفس المضمار وفي نفس المجال اللي هو فيه لان تخيل لو انت في مكان ما فيه احد ما فيه شعراء تخيل انك بس انت اللي قاعد تكتب وتنشر قصائد ما في شعراء ثانية راح تمل ما تسمع شيء يخليك تحمس انك تكتب افضل منه بعض القصائد نكتبها اساسا بسبه قصائد شعراء ثاني سمعت قصيده شاعر حسيت انه استفزك استفزك من ليش اكتب كذا وانا ما اكتب فتروح تكتب انت قصيده جميل يا ابو ودنا نسمع شيء من اختيارك الله يرحم والديك في الحلم ولا في السياحه والسفر هو السؤال هو اطير ولا ما اطير؟ يا سيدي والأرض لو فيها مفر ومكان شفت الناس فيها تستدير أنا أعرف الأرقام تبدأ من الصفر والفقر ذنب وما هو ذنب الفقير أنا لو أني شعوري نفر من برا غير وداخلي أكيد غير إنسان وإنسانيتي فيها ظفر وقليلي من الناس في عيني كثير ما بالحياة في ذنوبي تغتفر ورجعوني عند عنده آدم صغير إحساس واحد لا كفرت ولا كفر إحساسي أني بس أحس أني الله صح لسانك يا ابو آه مزاجية الشاعر منصور آه تنعكس على نوع كتاباته هذه آه دائما نسمع عن يعني انا احس إن احس انك ما شاء الله يعني زود على شعرك مزاجية آه لا يعني احس انك تتمثل الاجابه الصريحه راح توضح نقاط يعني كثير من الشعراء يترددون في توضيحها مزاجيه الشاعر دائما نسمع عنها نقول مزاج الشاعر صدق ان الناس هل هي مؤثر تصدق ان الناس يمكن يتضايقون اللي حول الشاعر يمكن يتضايقون من مزاجيته مع انه اكبر مستفيد من مزاجيه الشاعر الناس اللي حوله الناس اللي يعيشوا حوله مزاجيه مزاجيه الشاعر انا اشوف لها فضل كبير على شخصيته ودائما او يمكن وجهه نظر الشخصيه اعتقد ان الشاعر اذا ما كان مزاجي ما راح يكون انتقائي شنو فوائد المزاجيه اللي تخليك انتقائي اكثر تخليك انتقائي اكثر انتقائي انتقائي اكثر، يعني تخيل انك مثلا ان الشعر وظيفه يوظفونك شاعر في الدوله امم يقولك انت وظيفتك شاعر آه كل يوم خميس او كل يوم أربع تبصم وتكتب لنا قصيده مطلوب منك قصيدتين مطلوب منك قصيدتين راح تكتب مشكله انت جاي هذاك اليوم مالك مزاج مم. عندك مشكله او مضايقك شيء او مالك مزاج اساسا تكتب تطلع قصيده عوجه ما لها راس ولا لها اكيد ف بس لما تكون انت مزاجي مزاجي في ظهورك مزاجي في اختيارك للمواضيع مزاجي حتى في متى تنشر وين تنشر وليش تنشر قصيده فانت راح تكون يعني بالشكل اللي انت بي راح تكون متحكم في الموضوع راح تكون انت تطلع بالشكل اللي انت تبيه وقصيدتك بشكل عام او حتى ظهورك في, للناس بالشكل اللي انت تبيه الشيء اللي ممكن انه يكون من داخلك مرضيك وبشكل عام راح يرضي الناس لان يعني انت لما تكون مرضي نفسك او راضي عن نفسك فطبيعي okay. ان شاء الله ان الناس راح تكون راضي عليك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لكن لما يكون الشاعر ما عنده مزاجيه وما عنده كنترول وراح تكون اخطائها اكثر من راح تكون سلبياتها اكثر من إيجابيات. واضح واضح والكلام تحس معك تحس ان المزاجيه تحس انها شوي مش خال نعم نعم أوه. ومثل ما قلت تعمل كنترول على تسوي كنترول اكيد الكلام طبعا. لا يمل لكن استاذنك فاصل اي خلاص اعزائنا المشاهدين فاصل وراجعين باذن الله. في حياه كل ناجح تجارب ومواقف وذكريات ما تنسي. <applause> نجوم من كل المجالات، بنسولف معاهم عن طريقهم للنجاح، في منهم من فاد الناس بمعلومه، فيهم من حاكى هموم الناس، فيهم من فرح الناس في الملعب، تخيل كم قصه عشت، تعرف لما تتكلم مع ضيف عن مشواره تخليه ينتشي وما يتحسف انه قدم شيء جميل للناس. <applause> بعد مشوار 28 عام، ابي المشاهد يقول ردينا للبرامج اللي فيها هدف، حوار جميل، معلومة حلوة. برنامج أسفرت، رحلة مع نجوم كبار نوروا حياتنا، كل واحد بطريقته. أسفرت تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. في شغله ما تكلمت عنها من قبل او يمكن ما قلتها من قبل ويمكن الناس تحب تعرف الشغله هذه الاشياء البسيطه التفاصيل البسيطه. دائما اذا كنت مثلا زعلان او كنت متضايق من شيء ما احب اني اكتب. يمكن هذا بالفتره الاخيره في بدايتي مع الكتابه كنت لما اكون متضايق اكتب اتعود اني اكتب الى ان اكتشفت ان القصائد اللي انا اقطعها اكثر من القصائد اللي احتفظ فيها او اني انشرها، ف صار عندي مثل انه لما اتضايق خلاص صار عندي كنترول انه ما عاد اكتب وحتى خاف اني لا اكتب شيء ويمكن بعد مع الوقت اني مثلا اندم اني كتبته في حاله مثلا ما كانت المزاجيه زينه او كانت في حاله مثلا سيئه. وهذه يمكن شغله يمكن اول مره اقولها يعني في الوقت هذا. استمر علي ايام اطفي التلفونات اللي هي الايفون واستخدم تلفون نوكيا يمكن لمده يومين ثلاثة ايام يكون معاي النوكيا هذا فيمكن تشوفني بعيد عن السناب وبعيد عن التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اكون وقتها ملغي الفقره هذه ابو فهد قبل نتطرق للمسابقات الشعريه اولا شنو رايك فيها؟ يمكن ابو عبيد يعني قد تكلمت اكثر من مره عن موضوع المسابقات الشعريه. ااا أه وانا اكيد يعني رايي وفي النهايه يمثلني انا ما اكيد من غير ما احد انه ياخذ انه طريقة ثانيه او يفسر تفسير ثاني يعني. لكن انا اشوف انها ما ما تخدم الشعر تكون ضد الشاعر ما تكون صالحة تكون ما وتضايق تضايق مرات اذا شفت شاعر مبدع رايح مسابقه شعريه مشارك. شلون ما تخدم أبو عبيد. ما تخدم الشعر تخيل انك تيجي شاعر مبدع عندك يعني افاق مفتوح تجي عند مسابقه يحطونه قدام اعضاء لجنه ثلاثه اربعه يقول لك ترى انت محكور في موضوع معين وترى انت في مقيد انا اشوف ان الشاعر لازم انه يكون حر لا تقيده لا بفكره ولا بموضوع ولا حتى بوقت باي طريقه باي طريقه خله فوضوي هو الشاعر طبيعتها فوضوي لا تقيده لا تقول لي انا يعني بجيب شاعر واكتب لي على الموضوع هذا وترى عندك وقت معين وترى عندك وتشوش على افكاره وتخليه يكتب بالشيء اللي انت به يعني لو شفنا بعض اغلب المسابقات الشعريه البرامج مركزين على مدارس معينه، مدرسه معينه، لون معين. قصدك يحطونه في اطار؟ يحطونه في اطار، شاعر يجيهم مبدع يطلع من عندهم فاشل شعريا. خلاص تعود على اطار كانه مربوط. أنا أعرف شعراء مبدعين تقدموا المسابقات صاروا يكتبون شيء ما يكتبونه قبل. طبعا نذكر أن هذا رأيك الشخصي. هذا رأيي الشخصي أنا. ويحترمك. هذا بغض النظر عن يعني أنا ما تكلمتك على الجانب أن مسألة تصويت وما تصويت والسؤال هذا. ودي أمثل الطرف الآخر. مم. البعض يقول البرامج الشعرية صدرت نجوم شعر. تصدر نجوم شعر لكن ما تطلع لك شعراء مختلفين. مستحيل. مع احترامي للجميع. تعتبر اغلبهم متشابهين مم. شاعر مختلف مم. انا اشوف ان الشاعر المختلف اساسا ما يتقدم للمسابقة فيهم شعراء مبدعين عندهم داع اي اكيد هو ما ينكر ابداعهم لكن, لكن, ما يطالك شاعر مختلف انت تقصد المشاركه خطا المشاركه خطا يعني في حتى فيها في شعراء اعرفهم معرفه شخصيه ويعزون علي واحبهم مم. وغير اني اني علاقتي فيهم شخصيه ومحبه وخوه شاركوا في مسابقات ونصحتهم قلت لا تشاركون حاولت ان في كذا اسم حاولت اني ما اخليه يشارك. لاني انا عارف الطريق اللي قدامهم مش بيكون، وعارف شنو بيكون بعد المسابقه. م. فحرام الشاعر هذا انه هو قبل المسابقه شيء كبير، بعد المسابقه اللي يدخل فيها يصير شيء اقل من عادي. فممكن ممكن انها تخدم يعني الشاعر اعلاميا فتره معينه. م. ممكن الشاعر يكون مغمور وقتها ما حد يعرفه. فيكون اول ظهور له. فيكون اول ظهور له. مم. هذا خلينا ناخذ الجانب الايجابي منها. مم. لكن فيه انا وجهه نظري الشخصيه انا الشيء اذا ما كان كله ايجابيه او أن ما إن يكون سلبياته اكبر من ايجابياته علي انا شخصيا ما ما يعني, ما كو ما كوية. يعني اقدر اقول منصور بن فهد يقول الشاعر المبدع يطرح نفسه في السوشيال ميديا. اكيد ما هو بس في السوشيال ميديا في اي مكان. ممكن, عمو ممكن, بما ان المنبر الاشهر حاليا والابسط المنبر الاشهر وممكن الشاعر المبدع ترى يوصل للناس وهو قاعد ي... على مركاه ويتقهوى شاهي و... فيديو واحد ممكن فيديو واحد الناس كلها تعرفه هو في شعراء موجودين لا راح المسابقه ولا راح التلفزيون ل... ولا حتى عنده حساب في ال... ممتاز ابي انتقل وياك لموضوع ثاني وهذا بعد يحتاج صراحه منك أيه أه انت اليوم تسالني وتورطني لا لا لا, لا بالعكس بالعكس كل اجاباتك جميله لكن للاستيضاح آه فقط شنو رايك في الشيلات؟ آه تبي اجامل ولا تبي لا انت ما تجامل اعطي رأي بصراحه لا بصراحه والله شوف هي شيء جميل وشيء حلو بس انا والله ما افضلها ما تفضلها انا شخصيا والله ما افضلها ليش؟ اخي ما ادري ما احس ان ما افضل الشيلات انا ما افضل حتى ما احب يعني كلون فني ما ما تستميل يعني ما ما اميل احس ما ما اشوف اني اسمع شيلات طيب ممكن يعني ممكن من فتره لفتره ممكن اسمع واحده بالصدفه وكذا وممكن بس انك شيله اني اعتمدها شيء مم. اساسي من نفس الاغنيه لا ما في مقارنه بالاغنيه ما تقارنها بالاغنيه انا وصلتني معلومه اللي هي وانت تاكدها او تنفيها يعني ان في شيء لك كنت ضد انها ضد إنها ياخذها المنشد طبعا وتغنى. لكن بعد ما انشدت ونجحت نجاح كبير بديت تطرحها في حساباتك و و كانك غيرت رايك. <applause> لا لا شوف انا في انا في البدايه هي راي صح؟ قبل راي صحيح. في البدايه هو طبعا شالها المنشد الكبير عبد العزيز الله عليه بالخير. مسي عليه بالخير. انا كلمني عبد العزيز للأمانة وكنت أنا هو واحترم وجهة نظري بالعكس أول ما قلت له أني أنا يعني مالي في المجال هذا وبعيد عنه عفظ. وعرف عرف وجهة نظري احترم يعني بكل أريحية وقال لا بالعكس قال أنا مجهز لها اللحن ومجهز كل شيء ومجهز بس أبي موافقتك فمن عرف أني ما أبي قال لا خلاص سكر الموضوع فتسكر الموضوع بعد فترة كلمني مرة ثانية م. عبد العزيز ف حسيت ان الرجال يبي القصيده وهو حمسني اكثر م. قال منصور انا عارف القصيده راح تنجح القصيده ناجحه وقتها كقصيده لكن قال حتى كشله قال انا متاكد من نجاحها مليون في المية وانا مرتب لها شيء فقال نبي انتشارك النجاح هذا اقنعني بصوره يعني مثل ما تقول هو آه وضغط عليك ممكن انه فيه نوع من الضغط او مم. ممكن يعني مثلا حسيت انه فيه اقتناع حلو الواحد و... يغير رايه يعني. فعبد العزيز يستاهل للامانه هو صوت وما جميل وما طبعا وما يستاهل ان الواحد يرده مم. عبد العزيز على المستوى الشخصي انا احبه وحتى قبل الله يكلمني يعني كنت اعرفه واعرف اعماله واعرف اخلاق الرجال واعرف نجاحه واعرف بالعكس فقلت له خلاص دام انك انت تبي القصيدة والشيء هذا بخاطرك وشفت ان الرجال كلمني مره ثانيه قلت ابد القصيده عندك على الواتساب وتصرف فيها و ولو تبي تحط اسمك عليها حط اسمك بعد ما ونجحت نجاح ف... كبير لا نجحت اكيد نجحت يعني توفيق الله سبحانه وتعالى وعبد العزيز كان أداء فيها جيد وفي ترى شيلات ثانيه بعد غيرها بعد في يمكن كذا قصيده راحت شيلات لكن انا منصور أه ما احب اني اتعاون يعني كاني اشوف قصيدة مثلا تكون اغنيه او تكون شله والله في النهايه ترى الصدق انا ما احب اني اشوفها كذا مع ان فيه اغلب المشيدين اللي شالوا القصايد ادائهم فيها زين بس ممكن اقتناعي فيها انا ممكن 10 20% فقط يعني انت ما تفضل الشيلات انا ما لكن بعض الاستثناءات ما تمنع حتى الـ حتى, الـ حتى الـ الاغاني فيه عروض واجد مفنانين كبار وملحنين كبار انا جايك على موضوع الاغاني اه انت يمكن حتى تبي بس انه هو الموضوع انه نفس ال... لا انا الحين ما ابي اسال عن الموضوع ابي ايه. اسمع منك شيء من اختيارك ابشر ان شاء الله ابشر ربي لك الحمد يا ربي على ما تعين الروح يا رب في رجواك علقتها يا ربي وانت تلطف بعبدك من الوالدين وتسبح الشمس باسمك كل ما شركتها لك واجد الناس تشكر وانا خاضع جبين وبيروح من صادق الدعوات طوقتها اذا تركها الحزن طغى عليها الحنين تشتاق الاشياء تضايقني دشتقتها يهب بصدري هبوب الوجد للراحلين ما فيها ذكرى تهب الا وعانقتها والوقت يتحمني بجنبه وجنبه متين حلاوته ذقتها ومرارته ذقتها والارض تدفن تحتها كل ما هو ثمين والارض لا طايقتني وانا ما طقتها انا الطريق اللي يمرونه العابرين تموت الاحلام في عيني ما حققتها كملي وانا احاول اخبي الشعور الدفين اكتم على الناس صديقاتي ولا ضقتها هذا وانا واحد من عبادك الطيبين صلاته في وقتها ودموعه في وقتها توفني مسلما والحقني بالصالحين النفس ما هي بخير اذا وفقت الله صح لسانك يا ابو جميل جدا على موضوع الاغاني عرض عليك تعاملات غنائيه؟ اي كثير 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 والى قبل فتره قريبه يعني من ملحين من فنانين. وحتى من فنانين انا اسمع لهم بعد لكني الى الان يعني ما في لا موافقه ولا في رفض شنو السبب؟ عرفت اللي يقول لك بين يدها وبين رجلها <applause> يعني لاني رافض الفكره متردد فيه نوع من التردد ما هو السبب يعني معين لكن ساحه جديده الساحه الفنيه الاغنيه ساحه ثانيه جديده تختلف عن ساحه بقول لك شيء وما هو من باب المديح انت شعرك ما ما شاء الله الله يرحم والديك منصور يكتب بلغه جميله وبسيطه ومفهومه يعني اقرب للون الغنائي في شوف فيه في قصايد لكن ممكن انا اعتقد ان هذا اللون راح ينجح مع في 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 كذا قصيده يعني اختاروها اكثر من واحد وكلموني واعطوني اسماء فنانين يعني فنانين كبار حلو انا ما ابي اتكلم يعني ما ابي اذكر اسم اي احد لانه ما في اي تعاون للحين ما في شيء رسمي ما في شيء رسمي للحين لكن الفكره ان هذه ابو عبيد ساحه ثانيه ساحه جديده جديده علينا ك انا ساحتي معروفه كشاعر شعبي انت عندك ساحتك لكن انا داخل ساحه فنيه ثانيه الاسامي مختلفه الشعراء مختلفين الملحنين بيئه ثانيه بيئه ثانيه فانت قبل لا تدخلها لازم تفكر ألف مره انك تبي تدخلها وثاني شيء ليش تدخلها وثالثا الى متى بتكون في المكان هذا اي مكان تبي تكون فيه فكر انك شو راح تضيف له شنو راح تضيف للمكان مم. هذا هل أبطل. انت تجي مجرد اسم عادي أو هل أنت جيه راح تكون تضيف للشيء هذا؟ أو إنه يكون إضافة لك؟ أنا أشوف وجهة نظري إذا الشاعر اختار إنه يكون يروح للمكان اللي المكان يضيف له ممكن نسبة فشله أكبر من نسبة نجاحه. إذا ما كان هو بنفسه يضيف للمكان أو إضافة للمكان أعتقد إنه لا يروح. ممكن الشاعر بداياته يبحث عن مكان يضيف له. أنت تقصد الشاعر الناجح. انت اي بس انت لما تكون يعني شاعر وماشي في طريق وعندك جمهورك وعندك ساحتك وعندك مساحتك وعندك اعلاميتك وعندك هذا الشاعر الناجح ممكن حتى ممكن حتى يكونون فيه ممكن حتى يكونون بعض الفنانين يكون جمهور لك فانت لما تخيل تجيهم بثوب ثاني ف جديد لون جديد فانا اشوف انه الشاعر اذا ما كان وفي يمكن في تجربه الشعراء نجحوا وفي تجربه الشعراء ما نجحوا ف <تفكير> فيها طويل ويبي له شوي وفي خطوات قبل المجال هذا انا حاطها في بالي للحين ما انجزتها فماجل الموضوع هذا شوي فتره. ممتاز ممتاز انا احب المنهجيه هذه اللي ممكن يتغير بعدين الحذر والمنهجيه هذه جميله اي لازم بالعكس يعني عشان تكون منظم ومرتب اكيد وتكون يعني في النهايه تكون شيء يكون يكون يعني شيء الناس متع... الناس يعني متعودته منك يعني لما تكون انك ما بشغل السلق... عفوا بس شغل السلق هذا انا ما احبه يعني اللي بس يجيك ملحن وياخذ منك قصيده ويعطيها فنان ويلا وصوت ولحن ونزلها في البوم ولا سنجل ولا ما احب انا شغل السلق هذا ما احبه يعني حتى ان هذا تعامل غنائي تبون مني إيه هذا تعامل حتى, يعني. حتى, لما تكون حتى لما تكون يعني قصيده انت كاتبها الشاعر ما احب اللي بسرعه يكتب قصيده ويلا ونصورها ونزلها شاء أحب أحب إن الشيء يكون يعني أنا مقتنع فيه مو بالمية بالمية لا أضعف ممتاز ده. أبو فهد بالحديث عن السوشيال ميديا يعني أولًا أبي أعرف تعتقد إن جمهورك في تويتر هو نفس جمهورك في سناب شات ممكن هو الجمهور نفسه واحد بس أه يعني مزاجيه مختلفه. يعني انا اقيسها على نفسي انا منصور. انا مرات لما افتح تويتر ابي شيء. ولما افتح السناب ابي شيء ثاني. م. ولما افتح الانستغرام الجمهور نفسه بس أه متطلبات تختلف. اي هو هو الجمهور، الجمهور يبيك بتويتر شيء ويبيك بالسناب شيء. انا حييك على الذكاء هذا. يبيك انت السؤال اللي راح اسالك اياه. ويبيك بالبرامج الثانيه شيء ثاني. جمهور سناب شات ما يبي شعر؟ لا بالعكس يبي والله بس انه لا لا يعني شوف جمهور السناب شات يبي شعر وهو نفسه هو جمهورك هو هو ما تابعك الا هو واحد من جمهورك اكيد تابع لك اكيد بس آه لازمك تعرف شلون تتعامل معه اخي ما هو تطلع له 9 الصبح تسمع قصيده اليوم وبكره وبعد بكره وتفتح له الظهر كل ما افتح السناب الا الاقيك قدامي منصور قاعد تسميني قصيده في كل حزه خلاص لا يا اخي انا ابي اسمع منك اليوم قصيده بكره بعد بكره ابي اشوف اشياء ثانيه عندك ابي اعرف شخصيتك الثانيه ابي اشوف بدأت. وما ابي اشوف كل شيء عنك ما يبي يشوف كل شيء ايه اركز على هذه مم. ما ابي اشوف كل شيء عنك حياتك كلها ما ابي اشوفها تعتقد ان الشعراء قاعد يطلعون كل شيء ما هو بس الشعراء اغلب بما انه في مجال الشعر مجال الشعر مم. انا اشوف ان الشاعر انه يكون يعني فيه آه ما هو بيقول لك فيه آه جانب مظلم معناه اقول لك لا تخلي جانب مظلم خله ثلاث ارباع جوانب خلاها مظلمة خلينا نحط خل السؤال, السؤال. خلينا نحط السؤال بترتيب اكثر أيه؟ هل استخدام الشعر للسناب مناسب؟ يطلع كشاعر ما يطلعك كشاعر لازم انت تكون شاعر نجم في السناب يعني تجي السناب انت شاعر نجم جمهور قاعد يتابعك ضايفك علشان يعرفك بس ما يطلع لك شاعر نجم ركز على هذا في فرق بين هذه وبين هذا واضح لكن لما يتابعك جمهورك في السناب أه ما يبيك شاعر بكثر ما هو يبيك كاسم سويد شخصية شخصية ابي اشوف وين يروح وين يجي شنو يصور شنو اهتماماته شنو اجواءه شنو مزاجيته شنو الاشياء الثانية هذه وما يمنع انك يعني من فترة لفترة يعني تقدم لهم شيء طبعا مو منطقي انك انك يعني كل شهر بتطلع مسيه ولا ولا لقاء ولا اكيد اكيد لا ما يمنع أنه مثلا كل يومين ثلاثة ايام اسمعهم بيت بيتين يعني قصيده سالفه شيء تصور لهم اشياء جديده توصل فكره ان الشاعر ترى مو هو بس انه بس انه قصايد او انه وفي نفس الوقت حافظ على ظهورك او كاريزمتك يعني في اشياء يسوونها الشعراء في بعض الشعراء مو هو الكل طبعا يمكن انا الشعراء اللي اتابعهم في السناب قليل يعني ما هم ما هم بعدد كبير لكن اشوف مرات يعني بعض الشعراء يعني ياخذ شخصيه غير شخصيته في السناب. انا ما اقول لك اطلع مش تجرد من شخصيتك، حافظ على شخصيتك وعلى كاريزمتك لكن لا تصير شخصيه ثانيه في السناب. بالضبط. وانت اساسا في النهايه شاعر، لا تصير شيء ثاني وانت شيء افضل. بالضبط. بالضبط. يعني بالضبط. الحوار جدا ممتع ابو ما مستكملين ان شاء الله لكن بعد الفاصل هذا اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين لكم ان شاء الله. المجتمع الناجح ما يخاف من عيوبه. ما يغطيها. ما ينشرها. ولا يستحي منها يواجهها يسلط الضوء عليها يناقشها ويلقي لها الحلول اللي تناسبها الاعتراف بوجود خلل اول خطوه نحو تصحيحه ماذا بعد؟ تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت في أشياء واجد كتبتها مثلا تكون يعني على طريقة أبيات نسميها أبيات هسيمة مثلا تكون موجودة بتويتر. الناس بعض الناس يعتقد انها قصيده لما يشوفني في المكان او مثلا يدخل علي في يسالني عن البيت هذا هو ما هو من قصيده فيها ابيات يتيمه واجد ومنتشره ما هو كل شيء ننشره بتويتر الابيات اليتيمه ما هي قصايد اكثرها ابيات نسميها يتيمه ونمر فيها مرات نذكرها او نغرد فيها او مثلا على سبيل المثال ما اقدر اكون في الدنيا محطه عبور لا يمكن امر في الدنيا مرور الكرام هذا من الابيات اللي انتشرت في تويتر في بيت ما لازم اخاف من حاجه على حاجه العاقل يخاف من نفسه على نفسه الضحكه اللي رسمها الله على وجهك ضحكتي نفسها بس انت تضحكها ويمكن انتسبت الشعراء واجد اشوفها مرات بتويتر وكذا بالتايم هذه أبياتي يتيمه ننشرها و... وهذه كل لحظة حتى ما أنا ارجع لها يعني انا يمكن ما أرجع... ما عمري كتبت بيت يتيم ورجعت لها بعد فتره وخليتها قصيده لحن يروي لنا الاحساس وتقول اصواتهم قصه كلمات تعبر عن عواطفنا وتاخذنا الى الذكرى معاها نسرح ونفكر وفي كل نوته وكلمه نسافر في سما المغنى ونسلطن سلطنه تشاهدونه في الاوقات التاليه على تلفزيون دوله الكويت ولكن ما توقعتك تجيني صدفة وصدفة بدون أحلام أنا ما أعرف من أنت ومن أنا لكن أعرف أن الحياة أجمل من الأفلام خذ الشاعر خذ شعره خذ شعوره خذ صوره خذ كتبه خذ الهام من الأحرف تخيل وش يكون اسمي ضروري تعرف اسمي خاص ولا عام حاول قد ما تقدر تعرفني وعرفني على نفسي مع الأيام أنا ما أعرف شو أقول وش أخبي لكن أنا أسولف لك لين تنام وفي الشعر انا شاعر لا شعوريا احب اكتب ولا تكتبني الاقلام احب اكون صادق حتى مع نفسي ما احب اكذب ولا اكذب على الاعلام انا واحد لك مان رقم واحد انا رقمتي رقم تيجي بعد بعدي الله الله صح, صح لسانك ابو أه فهد أه وهذه معلومه حصريه للامانه وصلتني من شخص أه يعز عليك يقولون انك الان في صدد اصدار ديوان شعري اي صحيح هذه مفاجاه جميله صح اي طبعا آه بالعكس زين انك آه سالتني عن الديوان لانه ان شاء الله قريب راح يشوف النور يعني تقريبا ان شاء الله في المعرض الكويت الدولي للكتاب تقريبا الشهر الجاي اللي هو بيكون في شهر آه 11 وهذا الديوان الاول يمكن آه صارت آه آه كان تأخرت هو يشوف ان شاء الله انه ما يكون تاخر ان شاء الله انه يكون في وقته <applause> ما يكون تاخر لكن كنت مفكر انه ينزل 2020 في 2019 كنت راح افكر انه ب 2020 المعرض راح يكون موجود 2020 كلكم عارفين ايش اللي صار كورونا <applause> طبعا الكورونا وقفت شوي فان شاء الله انها خيره تكون خيره يعني <applause> إن شاء الله. وقف المعرض العام ما كان فيه معرض يعني كان اغلب دول الخليج ما كان فيها معرض كان يمكن بس ممكن دوله او دولتين ما حبيت ان الكتاب يكون موجود العام واني ما اقدر اروح احضر المعرض لبعض الظروف اللي كانت موجوده ظروف السفر وظروف الناس ما و... راح تخدم اعلاميا لا حتى الاجراءات يعني ودي إن لما نكون مثلا اي حضورك هو يخدم اعلاميا يخدم اعلاميا وبعدين هم انت بتروح تبي الناس تجي الناس تبي تشوف الناس اللي من ياخذون الكتاب يحضرون للمعرض حفل التوقيع حفل التوقيع مبقى. تسمع اراء الناس تشوف رايهم فيه تشوف مجرد انك بس تشوف جمهورك هذا يعني شيء ثاني مم. غير عن ال... له شعور خاص يعني كانت الاجراءات صعبه نعم فما حبيت اني اني انا انزل في الظروف هذه أجلتها ان شاء الله في السنه هذه يعني هي. نقول المعرض الجاي ان شاء الله ان شاء الله المعرض الجاي راح يكون موجود باذن الله خطوه جدا جميله يا ابو فهد وعسى الله يوفقك ويطول بعمرك ويزيد من ابداعك ونجاحك نشوفك انت في المعرض ان شاء الله أسأل عمرك تشرف عسى عمرك طويل داك داك أه ما ودي الوقت يسرقنا الله يطول تقولنا تقول لنا شيء من اختيارك بعد ان شاء الله ابشر هذا الشعر الحقيقي ما هو الا شام إذا ما هو على شانك على شان لا تسألني عن الشعر وعن الأوزان إذا ما تسأل إشجاني من أشجان صديقي لا تكلمني عن الخذلان أنا خذلاني سولف خذلاني أسولف لك أو أسولف عن الحرمان أنا ما أقدر أسولف لك عن أحزاني أنا واحد من الأنس والصديق الجان وأنا المجني على نفسه هو الجاني بتلقاني بلا وقت بلا عنوان وإذا دورتني ما راح تلقى هذا كلي تركني في يد الحرمان تخيلت أني أضحك له بكّاني وطاني في داخلي وانا بدون اوطان خذها من وجهي الضحكه ولا اعطاني ما اني انا انسان خلقت انسان نسيت اني ولد انس وابو شرفاني انا مثل الكلام اللي على الجدران كتبني واحد وعالم تكره الله الله سلامتك. صح لسانك يا ابو فهد شنو طموحك؟ اكون اللي ابي في يوم من الايام شنو اللي تبي؟ انا مره كتبت آه كان لي تغريده قلت ان مرات اكتب يعني اشياء مثل ما تقول يعني تغريدات احس يعني كلامي في يعني في صدري واقولها يعني من غير اي مقدمات ومن غير اي يعني اهداف ومن غير اي شيء. فاذكر اني قلت كانت لك كنت اقول مثل ما تقول يعني بطاقه تعريفيه شاعر بسيط واتمنى او ان احلم ان اكتب اعظم قصيده وسافعل. اممم <applause> هذه فالحمد لله رب العالمين من فضل الله سبحانه وتعالى كل انسان عنده حلم كل انسان عنده حلم كبير انه يكون الشيء اللي أبي انا ابي اكون منصور اللي انا اشوف ومثل ما الناس تبي تشوف منصور في المكان اللي هو يبي انا هذا ان شاء الله انه الحلم اللي انا اسعى اليه وما زلت في البدايه باذن الله باذن الله طبعا سرقنا الوقت وصلنا للختام سعدت بشوفتك الله. وبحضورك وشرفتنا اذا يعني في كلمه اخيره ودك تقولها اشكرك اول شيء واشكر الاخوان اللي معنا شغالين وباذن الله انه ان شاء الله اني اكون ضيف ما كنت ثقيل ابدا أه ونشوفك ان شاء الله بعد واحب اشكر المتابعين اللي تابعوا اللقاء وان شاء الله ان قدمت شيء يكون يعني يليق على اعجابهم او انه يرضيهم ساعة المباركه يا انتم كذلك اعزائنا المشاهدين شكرا للمتابعة انتظرونا الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقه جديده الى ذلك الحين في امان الله